يقول في حديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، هل من تعليق على هذا الحديث؟ نعم، الحب في الله والبغض في الله هذا هو الولاء والبراء في الإسلام، أن تتولى المؤمنين وأن تتبرأ من الكفر والشرك والكافرين والمشركين، فتحب من يحبهم الله وتبغض وتعادي من عاداهم الله وأبغضهم، وهم الكفار والمشركون، ويلحق بهم المبتدعة الذين تعمدوا الابتداع، فهؤلاء يبغضون في الله عز وجل، تجتنب طريقتهم. والولاء والبراء باب عظيم في الإسلام، لأنه لا دين إلا بولاء وبراء، أما الذي لا يميز بين المؤمن والكافر وبين المطيع والعاصي ويسوي بينهم ويقول هم إخوان في الإنسانية أو ما أشبه ذلك، فهذا من الجهل ومن إنكار هذا الباب، باب الولاء والبراء. نعم.